الرئيس السيسي يوجه بتعزيز جهود توطين الصناعة ومساندة القطاع الخاص لتوفير المزيد من فرص العمل. رئيس أركان القوات المسلحة يعود لأرض الوطن بعد زيارته للكونغو الديمقراطية والسودان لتعزيز التعاون العسكري. بريطانيا تسجل أعلى مستوى إصابات بكورونا منذ 5 فبراير. 9 مساء في القاهرة، 7 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري. أهلا بحضراتكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاستمرار في اتخاذ السياسات اللازمة للحفاظ على استقرار المؤشرات الاقتصادية والنقدية، خاصة ما يتعلق بتنويع وزيادة مصادر النقد الأجنبي. جاء ذلك خلال اجتماع للرئيس السيسي مع المجموعة الوزارية الاقتصادية بحضور رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ووزراء التخطيط والتعاون الدولي والمالية وقطاع الأعمال العام والصناعة وعدد من المسؤولين. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع المجموعة الوزارية الاقتصادية بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد طارق عامر محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والسيد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، والسيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والسيد أحمد كوجو نائب وزير المالية للسياسات المالية، والسيدتين زكية إبراهيم وياسمين عباس وكلتي محافظ البنك المركزي المساعد لقطاع الأسواق. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاجتماع شهد إطلاع السيد الرئيس على تفاصيل عملية المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي، والتي تمت بنجاح، حيث وافق مجلس إدارة الصندوق في جلسته المنعقدة في 23 يونيو الجاري على التقرير المعد من قبل خبراء الصندوق، ومن ثم إتاحة الشريحة الأخيرة من القرض لصالح الحكومة المصرية. وقد تم استعراض أهم النقاط الواردة بالبيان الصادر عن صندوق النقد الدولي في هذا الخصوص، والتي شملت الإشادة بصلابة ومرونة الاقتصاد المصري في التعامل مع جائحة كورونا نتيجة الاستجابة السريعة والمتوازنة للحكومة المصرية على مستوى السياسات المالية والنقدية، مما أدى إلى الحفاظ على استقرار المؤشرات الاقتصادية وثقة المستثمرين، فضلا عن توقع خبراء الصندوق باستمرار التحسن في مجمل المؤشرات الاقتصادية خلال العام المالي القادم 2021-2022، حيث تمت الإشادة بالأداء القوي لمصر خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي وبتحقيق نتائج أفضل من المستهدفات الواردة بالبرنامج، بالإضافة إلى الإشادة بتوازن السياسات المتبعة والمواءمة بين زيادة الإنفاق على الفئات الأولى بالرعاية وقطاعات الصحة والحماية الاجتماعية بالتوازي مع الحفاظ على استدامة أوضاع المالية العامة وزيادة رصيد الاحتياطي من النقد الأجنبي. وقد وجه السيد الرئيس في هذا الإطار بالاستمرار في اتخاذ السياسات اللازمة للحفاظ على استقرار المؤشرات الاقتصادية والنقدية، خاصة ما يتعلق بتنويع وزيادة مصادر النقد الأجنبي، إلى جانب تعزيز جهود توطين الصناعة وزيادة المكون المحلي، فضلا عن توفير كافة احتياجات القطاع الصناعي من مستلزمات إنتاج ومجمعات صناعية، وكذا مساندة القطاع الخاص وتعظيم دوره بما يضمن مسار نمو مستدام وتوفير المزيد من فرص العمل للجميع. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور علي الإدريسي أستاذ الاقتصاد. أهلا بك معنا دكتور. بداية، هناك دائما متابعة مستمرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي. ما أهم النقاط التي ركز عليها الرئيس اليوم في اجتماعه مع المجموعة الوزارية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لحضرتك وكل السادة المشاهدين. خلينا نقول ان السيد الرئيس النهارده كان بيأكد على الجزء الخاص بالاستقرار الاقتصادي متمثل في المؤشرات الاقتصاديه الكليه، ازاي ان يكون في مزيد من التحسن لهذه المؤشرات ونوع من انواع الاستقرار
ليها، لان دي اللي بتعكس بشكل كبير جدا القدره التنافسيه للاقتصاد المصري وازاي ان يكون وجهه جاذبه للاستثمار بشكل مستمر. وبالتالي التاكيد على تحسن المؤشرات الاقتصاديه الكليه وابرزها طبعا هي معدلات النمو الاقتصادي اللي احنا الحمد لله يعني ماشيين بخطى ثابته جدا في هذا المؤشر، وشايفين استمرار لتحقيق معدلات نمو اقتصادي ايجابيه بالرغم من جائحه كورونا. كمان عندنا توقعات ايجابيه على مستوى المؤشرات الاقتصاديه الكليه وبالاخص بالنسبه لمعدلات النمو الاقتصادي، بجانب التحسن على باقي المؤشرات الاخرى زي عجز الموازنه كنسبه من الناتج المحلي الاجمالي. بنتحدث ايضا على مستويات الدين العام، المعدلات البطاله والتضخم، دي كلها يمكن شهدت تحسن بالرغم من صحيح الجائحة. طيب دكتور علي، فيما يتعلق بصندوق النقد الدولي، اليوم اشاد في بيانه الرسمي بمرونه الاقتصاد المصري في التعامل مع جائحه كورونا، و أريد أن أسألك ما مدى انعكاس ذلك على ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري؟ ثقة المؤسسات الدولية وإشادتها للاقتصاد المصري هي ناتجة عن مراجعات تمت خلال الفترة الماضية نتيجة الاتفاق الخاص بالحصول على قرض لمواجهة هذه التداعيات. وخلال المراجعات ديت ابتدينا نشوف إزاي إن كانت بتظهر شهادات من صندوق النقد الدولي اتجاه الاقتصاد المصري، وهي كلها كانت اشادات ايجابيه، اخرهم يمكن زي ما حضرتك ذكرت الاشاده اليوم اللي كانت بتؤكد على المرونه في التعامل مع هذه التداعيات، وكمان ان احنا تعاملنا بشكل مبكر وبتقديم عديد من الحوافز الاقتصاديه للقطاع الخاص والقطاعات الاكثر تضررا، واللي قدرت ان هي بشكل كبير تقلل من تداعيات وخسائر هذه الجائحه، بجانب كمان ان احنا استفدنا بشكل كبير من الاصلاحات الاقتصاديه اللي احنا عملناها وبرنامج الاصلاح الاقتصادي اللي تم تطبيقه بالتعاون مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. وكمان يمكن حتى الصندوق كان بياكد على ان احنا هنحقق باذن الله او يتوقع ان احنا هنحقق باذن الله معدلات نمو اقتصادي قد تصل لاكثر من 5% باذن الله في العام المالي القادم. احنا الحكومه المصريه متوقعه 5.4%، يمكن الصندوق متوقع في حدود 5%، فبالتالي هي في النهايه توقعات ايجابيه. وفي نفس الوقت دايما المستثمرين بينظروا الى الشهادات والتقارير الدوليه تجاه اي اقتصاد للتعرف على مدى قدره هذا الاقتصاد على ازاي ان هو قدر يحقق مستهدفاته، ازاي ان عنده خطوات اقتصاديه صحيحه. لا. باذن الله تستمر هذه الاشهادات. نعم دكتور علي الإدريسي أستاذ الاقتصاد، أشكرك جزيل الشكر على مداخلتك الكريمة. عاد إلى أرض الوطن الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة والوفد المرافق له، وذلك بعد انتهاء زيارته الرسمية التي استمرت لعدة أيام بجمهورية الكونغو الديمقراطية ودولة السودان. وخلال زيارة الدولتين أكد رئيس أركان حرب القوات المسلحة حرص مصر على تعزيز التعاون المشترك في المجالات العسكرية المختلفة مع كل من الكونغو والسودان، خاصة على صعيد مجالات التدريب والتأهيل ونقل الخبرات والارتقاء بالقدرات العسكرية للدول الثلاث إلى أفاق أرحب. عاد إلى أرض الوطن الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة والوفد المرافق له، وذلك بعد انتهاء زيارته الرسمية التي استمرت لعدة أيام بجمهورية الكونغو الديمقراطية ودولة السودان. بدأت الزيارة بمراسم الاستقبال الرسمية واستعراض حرس الشرف، والتقى رئيس أركان حرب القوات المسلحة بنظيره الكونغولي الفريق أول مبالا موسينسي لمناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في المجالات العسكرية المختلفة. وعقد الجانبان جلسة مباحثات تناولت تطوير أوجه التعاون العسكري في مجالات التدريب والتأهيل ونقل الخبرات والارتقاء بالقدرات العسكرية لكلا البلدين إلى آفاق أرحب. كما عقد الفريق محمد فريد جلسة مباحثات مع نائبة وزير دفاع جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث نقل تحياتي وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وتطلعهم أن تشهد المرحلة القادمة تبادل الرؤى بشأن التحديات المشتركة
وتطورات الموقف الإقليمي والتحديات الأمنية العابرة للحدود والقضايا المؤثرة على الأمن القومي للبلدين. ووقع الجانبان خطاب نوايا لتطوير التعاون الثنائي في مجال الدفاع في ضوء عمق الروابط التي تجمع البلدين. ثم توجه رئيس أركان حرب القوات المسلحة إلى دولة السودان الشقيق، حيث التقى خلال الزيارة بالفريق أول ركن محمد عثمان الحسين رئيس هيئة الأركان المشتركة السودانية، وعقد الجانبان جلسة مباحثات تناولت عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في المجالات العسكرية المختلفة، كذلك التأكيد على أهمية مواصلة التنسيق والعمل المشترك لتجاوز الأزمات والتحديات خلال المرحلة، بما يدعم رؤى القيادات السياسية والعسكرية بالبلدين لتحقيق التنمية المستدامة والاستقرار بالمنطقة. واتفق الجانبان على تعزيز أواصر التعاون والدعم في مجالات التعاون العسكري المشترك. وأشار رئيس هيئة الأركان المشتركة السودانية إلى أن هناك توافق في الرؤى حول كافة الموضوعات التي تهدف إلى تطوير مجالات التعاون بين القوات المسلحة لكلا البلدين. من جانبه أكد رئيس أركان حرب القوات المسلحة على العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين، أؤكد على أهمية التنسيق والتعاون المصري والسودان في القضايا الاستراتيجية ذات التأثير على الأمن القومي لبلدين. نؤكد الإرادة المصرية وتفعيل توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيد الفريق أول محمد زكي قائد العام للقوات المسلحة للتعاون مع الرؤى والمطالب للإخوة في السودان لتطوير التعاون العسكري في كافة المجالات وبما يحقق الأمن القومي لدولتين. وأن القوات المسلحة المصرية تحرص على دعم الجانب السوداني في مجالات التدريب والتأهيل وتبادل الخبرات والمعلومات الاستخباراتية التي تؤثر تأثيرا مباشرا على المصالح المشتركة لكلا الشعبين الشقيقين. تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها في مجال مكافحة المخدرات، وتمكنت الوزارة من ضبط تشكيلين عصابيين تخصصا في جلب وتهريب وتصنيع وترويج المواد والأقراص المخدرة، تقدر قيمة المضبوطات ب 87 مليون جنيه. مع تضييق الخناق على التشكيلات العصابية الضالعة في جلب وتهريب المواد المخدرة، يلجأ هؤلاء إلى إخفاء المواد المخدرة بمخازن سرية بعيداً عن الرصد الأمني. لكن يقظة أجهزة وزارة الداخلية تحول دون نجاح مخططاتهم، فقد نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة في استهداف تشكيل عصابي دولي تخصص عناصره في جلب وتهريب مخدري الحشيش والهيروين وترويجه على عملائهم بنطاق محافظات الجمهورية، وكشفت مخابئهم السرية على طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي. توزعت المهام بين عناصر التشكيل ما بين تجهيز المواد المخدرة بالخارج وتمويلها لجلبها وعقد الصفقات مع تجار المواد المخدرة داخل البلاد وتخزينها بمخازن سرية تمهيدا لتوزيعها. كما تمكنت وبالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني وبمشاركة قطاعات الأمن المركزي وأمن القاهرة وأمن الجيزة ومديرية أمن القليوبية والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة من ضبط عناصر التشكيل في أماكن متفرقة، وتمكنت الإدارة من ضبط 66 كيلوغرام لمخدر الهيروين و2523 طربات لمخدر الحشيش و15 ألف قرص لعقار الكبتاجون وكمية من مخدر الآيس وكمية من الأسلحة والطلقات النارية وثماني سيارات مختلفة الأنواع وأكثر من مليون جنيه وعملات نقدية متنوعة وقرابة طن مواد خام تستخدم في خلط الهيروين، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بستين مليون جنيه. مع مواصلة الإدارة لضرباتها القوية ضد تجار ومهربي المواد المخدرة
استهدفت وبالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات وبالاشتراك مع قطاعات الأمن العام والأمن المركزي وأمن القاهرة ومديرية أمن الإسماعيلية والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة عناصر تشكيل عصابي تخصصوا في جلب وتصنيع مخدر الهيروين وخلطه لمضاعفة كمياته، وتم ضبطهم وبحوزتهم 52 كيلوغرام من مخدر الهيروين و15 كيلوغرام من مخدر الحشيش، كما تم ضبط أدوات الخلط والتصنيع والتدوير وست سيارات مختلفة الأنواع ومبالغ مالية، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة ب 27 مليون جنيه. ليؤكد إجهاض محاولات الجلب والتهريب ما تتمتع به أجهزة مكافحة المخدرات من قدرة وكفاءة عالية لمجابهة مشكلة المخدرات على كافة محاورها لخطورتها على كافة فئات المجتمع. بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، تقوم وزارة الداخلية بتوعية المواطنين بأخطار المخدرات. وزارة الداخلية بتبذل أقصى جهدها عشان تحميك من خطر المخدرات. لكن ده لوحده مش كفاية. خاف على نفسك، على عيلتك، على بلدك. المخدرات نهاية حياة. باشر وفد النيابة العامة إجراءات تغليف وشحن الأثار المستردة بمقر السفارة المصرية لدى فرنسا تمهيدا لعودتها إلى مصر. جاء ذلك في حضور الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار ومدير الإدارة العامة للأثار المستردة. أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد قصير أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير الغذاء الصحي والآمن والمستدام وحق كل مواطن على أرض الوطن في الحصول على احتياجاته من الغذاء وبأسعار مناسبة. جاء ذلك في بداية الحوار المفتوح مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بحضور نخبة من كبار الكتاب والصحفيين والإعلاميين، حيث أضاف القصير أن اهتمام الرئيس السيسي بالزراعة يأتي لأنها المصدر الرئيسي للغذاء، كما أنها توفر المواد الخام للصناعة وتسهم بنحو 17% من الصادرات السلعية و15% من الناتج المحلي وأكثر من 25% من إجمالي القوى العاملة، كما أنها آلية مهمة في توطين التنمية المتوازنة والاحتوائية. بيسعدنا أننا نرحب بسيادة الوزير وهنستمع منه بقى يعني ازاي الوفرة. يمكن انا سمعت من وزير التموين جملة قالها هنا، قال المشكلة عندنا مش ترشيد الاستهلاك، ده مش ترشيد الاستهلاك في حد ذاته اصبح مشكلة، ده احنا عايزين زيادة في الاستهلاك لان الانتاج كبير جدا جدا وبيغطي كل الاحتياجات. نجاح السياسة الزراعية مش وزارة الزراعة فقط، لكن عندنا قطاعات اخرى ووزارات اخرى، والدوله المصريه يمكن بتتميز في السنوات الاخيره انها بتشتغل بشكل تكاملي وهناك تنسيق كامل ما بين كل الوزارات في المشروعات والادارات وبنعمل بشكل تكاملي. وبالتالي كان عندنا من اهم المحاور بقى اللي الدوله المصريه عملتها عشان نشتغل في الامن الغذائي، محور التوسع الافقي، محور التوسع الراسي، تنميه القدرات التصديريه وزياده التنافسيه الصادرات الزراعية المصرية. تحت رعاية السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، تعقد وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم غدا مؤتمرا صحفيا بالمسرح الكبير بدار الأوبرا للاحتفال بإعلان أسماء الفائزين بجائزة الدولة للمبدع الصغير. يذكر أن جائزة الدولة للمبدع الصغير تم الإعلان عنها في نهاية فبراير الماضي، وتضم فئتين عمريتين، الأولى من سن 5 إلى 12 عاما والفئة الثانية من 12 عاما إلى 18 عاما، وتشمل ثلاثة مجالات هي الأداب والفنون والإبداع والابتكار.
وللمزيد حول جائزة المبدع الصغير معنا عبر الهاتف دكتور هشام عزمي، أمين عام المجلس الأعلى للثقافة. دكتور هشام، هل لك أن توضح للمشاهدين ما هي جائزة الدولة للمبدع الصغير والفئات المستهدفة وأهداف هذه الجائزة؟ مساء الخير، اهلا بحضرتك الساده المشاهدين. جائزه الدوله للمبدع الصغير زي ما حضرتك تفضلت في المقدمه، هي ربما الجائزه الاولى من نوعها اللي بتنظمها دوله للصغار والنشئ فيها على مستوى الوطن العربي وافريقيا. من حوالي 4 شهور وفي اخر فبراير معالي وزير الثقافه اعلنت عن فتح باب التقدم للجائزه، وطوال الاشهر الماضيه تقدم الحقيقة عدد كبير في حدود الظروف الزمنية المتاحة، تجاوز 4300 عمل من كل محافظات مصر في الفروع المختلفة للمجالات اللي أعلن عنها في الجائزة، اللي هي الفنون والآداب ومجال الابتكارات العلمية. نعم. احنا بنستهدف يعني في الجائزة في الفئة العمرية من 5 إلى 18 سنة، لكن تم تقسيم هذه الفئة إلى فئتين عمريتين رئيسيتين، الفئة الأولى اللي هي من 5 إلى 12 سنة، والفئة العمرية الثانية من فوق 12 سنة إلى 18 سنة. الأعمال تم التقدم بها في مراكز مختلفة على امتداد مصر من خلال مراكز وهيئات قصور الثقافة، من خلال البريد، من خلال التقدم بالمجلس الأعلى للثقافة. المهم ان احنا الحقيقه تجمع زي ما ذكرت لحضرتك عدد كبير من الاعمال. بدات بعدها مرحله التحكيم، بدات بمرحله اولى هي مرحله الفرز والاستقرار على الاعمال اللي هي حيتم ترقيتها الى المرحله الثانيه والنهائيه للتحكيم. ده تم بالفعل، وتم تصعيد مجموعه الاعمال اللي ارتقت لجان التحكيم المتخصصه في المجالات المختلفه انها ترقى إلى التصفية النهائية، وتم منها اختيار 16 عمل تمثل الأفرع الرئيسية، 8 أفرع بواقع فئتين عمريتين، فعندنا إجمالي 16 مبدع صغير سيعلن عنهم غدا بإذن. نعم، على أي أساس ستعلن يعني فوز عمل ما؟ القيم التي مستهدفة من هذه الجائزة؟ وحضرتك زي ما قلنا احنا عندنا 3 مجالات رئيسية في الجائزة، هي الأداب والفنون والعلوم الاجتماعية. كل مجال كان فيه عدد من الفروع، فكان عندنا مثلا القصة والمسرح والشعر المجال الأول، كان عندنا الرسم والغناء والعزف في المجال الثاني، وكان عندنا مجال التطبيقات الإلكترونية وتصميم المواقع في العمل. على حسب كل مجال كان زي ما قلت لحضرتك فيه لجان تحكيم متخصصة بتضع الضوابط ومعايير بكيفية تحكيم الأعمال تبعا للفرع اللي متقدمة فيه العمل، وأيضا تبعا للفئة العمرية، لأنه طبعا هناك يعني فوارق وفروق فردية بين طفل عنده 6 أو 7 سنوات إلى يعني طفل أو ناشئ متقدم لديه 12 عاما كما ذكرنا، أو بالضبط أو 16 و17 سنة. نعم، دكتور هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة كنت معنا هاتفيا، شكرا جزيلا لك. تواصل وزارة الثقافة الاستعدادات لافتتاح الدورة 52 من معرض القاهرة الدولي للكتاب والمقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي في الفترة من 30 يونيو حتى 15 يوليو بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية. شهدت المنصة الرقمية الخاصة بالمعرض منذ إطلاقها وحتى الآن أكثر من 27 مليون زائر، في حين تم حجز أكثر من 112,000 تذكرة دخول للمعرض. النسخة 52 لمعرض الكتاب التي تقام وسط ظروف استثنائية بداية من 30 يونيو وحتى 15 يوليو بتذاكر مجانية تحتضن 756 جناحا بمشاركة 25 دولة من 4 قارات. وصل عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والأجنبية والتوكيلات بالمعرض هذا العام إلى 1218 جهة، ويقام المعرض في 4 قاعات بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية
على مساحة إجمالية تصل إلى 40,000 متر مربع بتصميم فريد ومميز. المعرض السنة دي الطراز مختلف فيه شوية، مهتمين يعني متأثر بالحضارة الفرعونية. ده موجود في التصميم، يعني في الحاجات حتى اللي باينه ورايا دي باين ان التصميم السنه دي متاثر بالشكل الفرعوني، ومتاثرين واخدين من الخرطوشه الفرعوني، شكل الخرطوشه الفرعوني مستخدمينها في الاجنحه كلها. اجراءات احترازيه مشدده وضعتها اداره المعرض من اجل الدخول للقاعات من ارتداء للكمامات وقياس لدرجه الحراره، بل عملت ايضا على تسهيل حجز التذاكر على منصه الكترونيه للحد من التزاحم والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد. كريم بيبرس، التلفزيون المصري. أعلنت وزارة الموارد المائية والري توقيع بروتوكول التعاون الفني بين الوزارة ونظيرتها بجنوب السودان لإعداد دراسات جدوى إنشاء سد واو المتعدد الأغراض بجنوب السودان. ويقع المشروع بحوض بحر الغزال، حيث يهدف السد لتوليد 10.4 ميجاوات من الكهرباء، بالإضافة لتوفير مياه الشرب لنحو 500,000 نسمة والاستفادة من المياه في الري لأكثر من 30,000 فدان. ونفذت وزارة الموارد المائية والري الدراسات الفنية والاقتصادية المتكاملة للمشروع، كما تم التعاقد مع وزارة الكهرباء والطاقة لإسناد أعمال التصميمات الخاصة بالمحطة الكهربائية. ويذكر أن مصر أسهمت في إنشاء عدد من السدود بدول حوض النيل مثل سد أوين في أوغندا وخزان جبل الأولياء في السودان، بالإضافة إلى التنفيذ الحالي لسد إيروفيجي في تنزانيا. تعكس الموازنة العامة للعام المالي 2021-2022 توجهات الدولة نحو زيادة أوجه الإنفاق العام، بما يحقق استراتيجية وأهداف ورؤية مصر 2030 والتي تستهدف الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين. وفي هذا الصدد نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرا تضمن انفوجراف يسلط الضوء على موازنة عام 2021-2022 والتي تستهدف تأمين حياة كريمة ومستقبل أفضل للمواطن المصري من خلال زيادة الإنفاق على الخدمات والارتقاء بمستوى المعيشة. أعلن محافظ المنيا أسامة القاضي ببدء عمل لجان المشاركة المجتمعية المتكاملة الممثلة لكافة فئات المجتمع القروي، وذلك لفحص كشوف مستحقي مبادرة سكن كريم لضمان وصول المبادرة لكل مستحقيها بمنتهى النزاهة والشفافية. كما شدد محافظ المنيا على ضرورة تدقيق قوائم المستحقين بمنتهى الموضوعية ودون أي مجاملات، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بوصول الدعم لمستحقي، مشيرا إلى أن المحافظة وكافة الجهات الشريكة أمناء على المبادرة من خلال تطبيق معايير الاختيار التي وضعتها الدولة. We'll be right back.
انطلقت فعاليات ملتقى نيكست جينيريشن للاستثمار في المستقبل الذي تنظمه وزارة التعاون الدولي وشركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي. يقام الملتقى بحضور لفيف من ممثلي شركاء التنمية مثل البنك الدولي والأمم المتحدة والبنك الإفريقي للتنمية، فضلا عن أكثر من 400 مشارك من ممثلي مجتمع ريادة الأعمال والشركات الناشئة. وقالت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط إن الملتقى يعد فرصة لعرض الجهود التي قامت بها شركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار باعتبارها أول شركة بمساهمة حكومية لتعزيز بيئة ريادة الأعمال. كما يهدف الملتقى لتسليط الضوء على الالتزام الحكومي بتعزيز بيئة ريادة الأعمال والاستثمار في الشركات الناشئة. أظهرت بيانات رسمية أن المملكة المتحدة سجلت 18,270 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في أكبر عدد يومي للإصابات منذ 5 فبراير، وذلك فضلا عن تسجيل 23 وفاة. هذا وتتزايد الإصابات اليومية في بريطانيا منذ الشهر، لكن يبدو أن برنامج التطعيم السريع كسر إلى حد كبير الصلة بين العدوى والوفيات، مع بقاء الوفيات اليومية في نطاق 20 أو أقل. علقت نيوزيلندا ولثلاثة أيام السماح برحلات جوية بدون حجر صحي مع أستراليا بعد ظهور بؤر عدة للفيروس. وكان البلدان قد أطلقا فقاعة جوية بينهما في إبريل الماضي بعد أكثر من عام على إغلاق حدودهما بسبب الوباء، واعتبر الأمر حين ذاك كخطوة كبيرة على طريق إنعاش قطاع السفر. وقال الوزير المكلف بمكافحة كورونا في نيوزيلندا إن تعليق الفقاعة الجوية سيمنح المسؤولين وقتا للنظر في تدابير لجعلها أكثر أمانا، مثل فحوص قبل مغادرة الرحلات الجوية بين البلدين. سجلت مدينة سان بطرسبرغ الروسية أعلى حصيلة وفيات جراء كورونا منذ بدء الجائحة وفقا لما أظهرته بيانات رسمية. وكشفت أرقام رسمية أن المدينة التي استضافت 6 مباريات ضمن بطولة أمم أوروبا ل 2020 وتستعد لاستضافة مباراة في الدور ربع النهائي سجلت 107 وفيات بسبب كورونا في الساعات 24 الأخيرة. وذكرت وكالات إعلام روسية أن الحصيلة هي الأعلى التي تسجل في مدينة روسية منذ ظهور الوباء، كما سجلت روسيا ارتفاعا كبيرا في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد منذ منتصف يونيو في أعقاب تفشي المتحورة دلتا الشديدة العدوى والتي رصدت أولا في الهند. بدأت مدينة سيدني الأسترالية وبعض المناطق المحيطة بها بتطبيق عزل عام صارم لمدة 2 أسبوع، حيث تسعى السلطات جاهدة لاحتواء تفشي سريع لسلالة دلتا المتحورة من فيروس كورونا مع ارتفاع عدد المصابين إلى 80 حالة. وتطبق أجزاء من سيدني العزل العام بالفعل بسبب التفشي، لكن سلطات الصحة تقول إن عدد الإصابات والمواقع المحتمل انتقال العدوى فيها يزداد بسرعة. وتعد القيود المفروض على سيدني التي يقطنها أكثر من 5 ملايين نسمة هي الأحدث في سلسلة من عمليات الإغلاق القصيرة الصارمة التي تم فرضها في مدن أسترالية في الأشهر الأخيرة لمكافحة تفشي فيروس كورونا. قررت هولندا رفع معظم القيود المفروضة في مواجهة وباء كورونا اعتبارا من اليوم، مع الإبقاء على الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي. ويأتي قرار الحكومة الهولندية على خلفية تحسن الوضع الوبائي في البلاد، حيث تقلص عدد الإصابات الجديدة وتزايدت أعداد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح. هذا وما يزال يحذر بعض الخبراء من أن هولندا لم تخرج تماما من الأزمة بعد، في ضوء انتشار سلالة دلتا المتحورة في البلاد وعدم التأكد من مدى فاعلية اللقاحات الحالية ضدها. تأقلم وتعايش لحقته عودة
شبه طبيعية لمظاهر الحياة في أغلب دول العالم بفضل تلقي الملايين جرعات اللقاحات المختلفة والتي أثبتت فاعليتها في التصدي للجائحة بنسب مقبولة. على جانب آخر، لا تزال دول كثيرة تخضع لقيود ضد كورونا، بينما بدأ تخفيف التدابير في بعض الدول الأخرى على نحو تدريجي، وذلك مع استمرار تسجيل أعداد إصابات كبيرة وتحور الفيروس لسلالات جديدة. أجواء من التفاؤل النسبي سادت القارة الأوروبية مع تواصل حملات التطعيم ضد فيروس كورونا، بالرغم من أن متحورات الفيروس الجديد لا تزال تحمل غموضاً ومخاطر أكبر لعدد من الدول. ففي سويسرا سيتم اعتباراً من اليوم رفع جزء كبير من القيود المتواصلة، ولا سيما وضع الكمامة في الخارج، حيث سهلت الدخول إلى أراضيها، بينما أصبحت أيسلندا أول بلد أوروبي يرفع كل القيود الوطنية المرتبطة بهذه الجائحة. في المقابل، ورغم انحسار الإصابات نسبياً في القارة العجوز، إلا أن ألمانيا أضافت مؤخراً البرتغال وروسيا إلى لائحتها للبلدان التي تنتشر فيها نسخ متحورة من فيروس كورونا، وهو الأمر الذي يمنع عملياً دخول أشخاص من هذين البلدين. أستراليا أيضاً شهدت فرض عزل عام على مدينة سيدني الأسترالية لمدة أسبوعين لاحتواء تفشي سريع لكورونا، حيث أعلنت السلطات فرض قيود الإغلاق على 4 أحياء في وسط سيدني في محاولة للحد من انتشار متحور دلتا من فيروس كورونا شديد العدوى. وفي أمريكا اللاتينية لا يزال المرض يحصد أرواح الآلاف، فقد أعلنت وزارة الصحة البرازيلية تسجيلها نحو 80,000 إصابة وأكثر من 2,000 وفاة جديدة، لتسجل البرازيل ثاني أكبر حصيلة للوفيات جراء الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة. بين التفاؤل الحذر ومخاوف المتحورات الجديدة، لم يكن من منظمة الصحة العالمية إلا أن حذرت من تزايد معدلات انتشار فيروس كورونا في بعض الدول منها البرازيل على نحو خطير، وحثت على الالتزام بالإجراءات الوقائية لوقف العدوى. ونشرتنا مستمرة وتتابعون فيها. الرئيس الجزائري يبدأ مشاورات سياسية من أجل تشكيل حكومة جديدة في أعقاب الانتخابات التشريعية. إذن من الجزائر، بدأ الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مشاورات سياسية من أجل تشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات التشريعية التي جرت في 12 يونيو، وفاز بها حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية. وكان رئيس الوزراء عبد العزيز جراد قد قدم استقالته يوم الخميس غداة صدور النتائج الرسمية للانتخابات التشريعية، وقبلها تبون وكلفه بتصريف الأعمال حتى تشكيل حكومة جديدة. رحب رئيس البرلمان العربي عادل العسومي بالشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم الشيخ رئيس مجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية، مؤكدا أنه يمثل قامة وطنية وعربية شامخة ورائدا من رواد العمل البرلماني على المستوى العربي والإقليمي والدولي. جاء ذلك خلال جلسة البرلمان العربي في ختام دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث، والتي شهدت منح رئيس مجلس الشورى السعودي وسام التميز العربي تقديرا لدوره في الدفاع عن قضايا الأمة العربية. وأكد رئيس البرلمان العربي أن تكريم الشيخ كأول شخصية عربية تحصل على وسام التميز العربي يمثل رسالة تقدير وتعبير عن مدى العرفان والامتنان لمواقفه المشرفة ومبادراته الخلاقة من أجل تعزيز وتنسيق مواقف المجالس والبرلمانات العربية في المحافل الدولية المختلفة. وخلال الجلسة ثمن رئيس البرلمان العربي عادل العسومي جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي في الدفاع عن القضايا العربية في كافة المحافل الدولية والإقليمية. وفي هذا الإطار أكد العسومي على دور البرلمان العربي في خدمة قضايا الأمة العربية وعلى مساندتها. يتزامن اجتماعنا اليوم مع نهاية دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث للبرلمان العربي، والذي كان حافلا بالكثير من الإنجازات التي حققت نقلة نوعية ليس فقط في الدور الذي يقوم به البرلمان العربي، ولكن أيضا في مكانته لدى شعوب وقادة الدول العربية التي أصبحت تنظر إلى البرلمان العربي باعتباره رافدا رئيسيا
في تعزيز العمل العربي المشترك وشريكا فاعلا وآلية دفع لخدمة المصالح العليا للأمة العربية. ويطيب لي بهذه المناسبة أن أقدم باسمكم جميعا التهنئة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، والذي تشرفنا بتكريمه ومنح فخامته وسام القائد، وهو أرفع وسام يقدمه البرلمان العربي لملوك ورؤساء الدول، تقديرا وعرفانا لدور فخامته الرائد في تعزيز العمل العربي المشترك والدفاع عن الأمن القومي العربي في أحلك الظروف التي مرت بها أمتنا العربية. أكدت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا عزمها على بذل المزيد من الجهود لإنجاح الانتخابات المقررة في 24 من ديسمبر القادم. وأوضحت المفوضية أن انتخاب مجلس النواب للمرحلة الانتقالية يعد آخر استحقاق انتخابي قامت بتنفيذه المفوضية الوطنية العليا للانتخابات منذ 7 سنوات في 25 من يونيو 2014. ولفتت المفوضية إلى أنها اتجهت لتعزيز الوعي الوطني والعمل على زيادة أعداد المسجلين في سجل الناخبين وتحفيزهم للمشاركة الواعية التي تضمن نجاح عملية التحول الديمقراطي. أشاد وزير التعليم العالي خالد عبد الغفار بإمكانية مركز الاختبارات الإلكترونية بجامعة بنها بمحافظة القليوبية، والتي تتواكب مع جهود تطوير وتحديث برامج الامتحانات الإلكترونية للمقررات الدراسية. جاء ذلك خلال تفقد وزير التعليم العالي لجامعة بنها، وذلك برفقة الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بعمل رئيس جامعة بنها وعدد من قيادات الجامعة وعمداء الكليات. ويحتوي مركز الامتحانات الإلكترونية على 13 معملا للحاسب الآلي بسعة 650 جهازا ومعملين مخصصين للعزل وغرفة تحكم رئيسية. كذلك تفقد عبد الغفار المكتبة المركزية للجامعة المقامة على مساحة 1000 متر مربع وتسع ل 300 طالب، تم دعمها علميا وتكنولوجيا. قالت وزيرة التضامن الاجتماعي رئيسة مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي نيفين قباج أن 63450 مريضا استفادوا من خدمات الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان خلال الأشهر الست الأولى من عام 2021. وجاء ذلك خلال قيام وزيرة التضامن ومحافظ مطروح خالد شعيب بتكريم أول دفعة من المتعافين من الإدمان بمركز العزيمة التابع للصندوق بالمحافظة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات والإتجار بها، والذي يقام تحت عنوان شارك حقائق عن المخدرات انقذ أرواح. وقد قامت وزيرة التضامن ومحافظ مطروح بافتتاح مجمع الطفولة في النادي الاجتماعي، إضافة إلى تفقد مركز الرعاية النهاري لأطفال التوحد. النهاردة مصر بتحتفي باليوم العالمي لمكافحة الإدمان على أرض محافظة مطروح. احنا موجودين بنخرج الدفعة الأولى من المتعافين المستفيدين من المركز العلاجي مركز العزيمة، اللي تفضل السيد الرئيس بافتتاحه في 16 فبراير الماضي. حقيقة مصر حصل فيها طفرة كبيرة في تطوير المراكز العلاجية على مدار السنوات السبعة الماضية. يمكن احنا كنا في 2014 12 مركز علاجي بيخدم 7 محافظات، احنا النهاردة واصلين ل 27 مركز علاجي داخل 17 محافظة. إن شاء الله في خلال يعني الشهور القادمة سيتم افتتاح مركز جديد في محافظة الشرقية، ومركز يعني هيكون منارة في صعيد مصر في محافظة إنا. والآن في 9 جولة اقتصادية مع حكمة عبد الحميد. أهلا بك يا حكمة. شكرا سحر. شكرا لنها. وذي بالفعل وقفة اقتصادية في نشرة 9.
في إطار جهود القيادة السياسية ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعلن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر عن تضاعف حجم التمويل المنصرف لهذا القطاع، حيث أتاح الجهاز 32.3 مليار جنيه كقروض للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر. جاء ذلك في تقرير جهاز تنمية المشروعات بعنوان 7 سنوات استقرار وتنمية، وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والذي يشمل الأنشطة التي نفذها الجهاز خلال 7 سنوات ماضية. تفقد وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا، يرافقه محافظ الإسكندرية محمد الشريف وعدد من أعضاء لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب حسام عوض وقيادات قطاع البترول. تفقدوا مشروع توسعات مصفاة تكرير ميدور الجاري تنفيذه حاليا في محافظة الإسكندرية بتكلفة استثمارية نحو 2.4 مليار دولار في إطار استراتيجية تطوير مصافي التكرير التي تنفذها الوزارة، ذلك بهدف تأمين احتياجات السوق المحلي من المنتجات البترولية وصولا لتحقيق الاكتفاء الذاتي، حيث تضيف هذه التوسعات 60% زيادة في الطاقة التشغيلية الحالية للمصفاة البالغة حاليا 100,000 برميل، وذلك للمساهمة في توفير طاقات جديدة من المنتجات البترولية عالية الجودة. هذا المشروع هيتكلف أكثر من 2.3 مليون دولار، ويعتبر أنه ده مشروع ضخم استثمارات كبيرة، وإحنا أيضا عندنا مشروع كبير جاري العمل به في أسيوط. إحنا أسيوط اتعمل فيها مشروعين، المشروع الأولاني هو مجمع إنتاج البنزين وتم تشغيله تجريبيا الحمد لله بنهاية العام، وهو النهاردة بيعمل الحمد لله، وفي أي وقت إن شاء الله يبقى فيه افتتاح رسمي بإذن الله رئاسي. ومشروع الثاني اللي بيتم عمله في أسيوط وهو مجمع إنتاج السولار، وده النهاردة اللي هو زي ما بنتكلم على التكسير الهيدروجيني أيضا في أسيوط، اللي هو علشان يزود لنا المنتجات عالية القيمة. أكد رئيس مصلحة الجمارك الشحات غتوري أن وزير المالية دكتور محمد معيد بادر باتخاذ عددا من الإجراءات للتخفيف من آثار جائحة كورونا، منها إعفاء العالقين من أي غرامات أو رسوم نتيجة تعرضهم للتأخير بالموانئ الحدودية، ومنح الأولوية بالمنافذ الجمركية للتعامل والتخليص على السلع والبضائع التي تمثل أهمية استراتيجية وقومية. جاء ذلك خلال مشاركته عبر الفيديو كونفرنس في اجتماعات لجنة السياسات بمنظمة الجمارك العالمية التي انعقدت بمدينة بروكسل البلجيكية برئاسة الشيخ أحمد بن حمد الخليفة رئيس مجلس المنظمة. أكد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عاصم الجزار تسليم 3456 وحدة سكنية، ذلك ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين محور منخفض الدخل، وذلك بمنطقة 800 فدان بمدينة أكتوبر الجديدة بداية من غد حتى أول أغسطس المقبل، في إطار جهود الدولة لتوفير الوحدات السكنية للمواطنين، مشددا على اتخاذ كافة التدابير الاحترازية وارتداء الكمامات عند الحضور. وإلى أسواق المعادن، النفيسة حيث وصل الذهب العالمي مكاسبه في التعاملات الفورية ليصل إلى 1789 دولار للأوقية. أما على الصعيد المحلي فقد ارتفعت أسعار الذهب ليسجل عيار 18 نحو 664 جنيه للجرام، في حين بلغ الذهب عيار 21 سعر 775 جنيه للجرام. أيضا سجل عيار 24 ما قيمته 886 جنيه للجرام، هذا وقد وصل سعر جنيه الذهب اليوم إلى 6200 جنيه. نذهب إلى أسواق البترول العالمية، حيث صعدت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها منذ أكتوبر 2018، ما جعل الخامين القياسيين يسجلان مكاسب للأسبوع الخامس على التوالي بدعم من توقعات بزيادة الطلب الفترة القادمة. ارتفعت العقود الآجلة بالفعل لخام برنت 62 سنتا أي ما يعادل 8% ليصل إلى 76.18 سنتات للبرميل عند التسوية. زاد غرب خام تكساس الوسيط الأمريكية 75 سنت أو 1% إلى 74.5 سنتات للبرميل.
وافق بنك الاستثمار الأوروبي على توفير 330 مليون يورو، ذلك بهدف دعم خطوط توزيع الطاقة في اليونان والتوسع المستقبلي في استخدام الطاقة المتجددة لمدة 20 عاما. أفاد بنك الاستثمار بأنه قدم أكثر من 4.3 مليار يورو للاستثمار في الطاقة في اليونان على مدى العقد الماضي، وشمل ذلك تحسين الاتصالات بالجزر اليونانية وتسخير الطاقة المتجددة وتسريع الاستثمار في كفاءة الطاقة. انتهت الوقفة الاقتصادية، عودة مرة أخرى إلى نهى وسحر، إليكما. شكرا جزيلا لك حكمة. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها قامت بتعزيز مجموعة العسكريين المشاركين في مساعدة السكان المتضررين من الفيضانات في مقاطعة يامور بأقصى شرق روسيا. وقالت الوزارة في بيان لها إن عدد العسكريين المشاركين في أعمال المساعدة وصل إلى 1520 فردا، وكانت السلطات المحلية الروسية قد أعلنت في وقت سابق أن 3 مراكز إيواء مؤقتة تم إنشاؤها في مدينة بلاغو فيشنسك لاستقبال المتضررين جراء الفيضانات. والآن نتحول إلى الشأن الرياضي في هذه النشرة. ماذا لديك حكمة؟ تفضل. شكرا نهى، شكرا سحر، وهذه بالفعل وقفة رياضية. إلى جولة رياضية جديدة، والبداية مع كأس أمم أوروبا يورو 2020. تأهل المنتخب الدنماركي للدور الربع النهائي من بطولة أمم أوروبا يورو 2020، ذلك بعد الفوز على منتخب ويلز برباعية نظيفة ضمن منافسات دور 16. رباعية الدنمارك تكفل بها كاسبر دولبرغ نجم فريق أياكس أمستردام الهولندي بواقع هدفين في الدقيقتين 27 و48، ذلك قبل أن يحرز جواكيم ماهيلي الهدف الثالث في الدقيقة 88، بينما اختتم مارتن براث وايت مهرجان أهداف الدنمارك في الدقيقة 4 من الوقت المحتسب بدلا من الضائع. وضمن مباريات الدور نفسه تلتقي هولندا غدا مع تشيك، بينما يواجه المنتخب البلجيكي نظيره البرتغالي. تجرى الآن مباراة الأهلي وضيفه الترجي التونسي في إياب الدور قبل النهائي من مسابقة دور أبطال أفريقيا، وسيلتقي المتأهل من هذه المباراة مع كايزر تشيفز الجنوب الأفريقي والذي بلغ النهائي بدوره على حساب الوداد المغربي. اختتم فريق بيراميدز استعداداته لملاقاة الرجاء المغربي غدا في إياب الدور نصف النهائي من كأس الكونفدرالية الأفريقية. وأعلن بيراميدز سلبية مسحة جميع لاعبيه قبل لقاء الغد، وكان الفريقان قد تعادلا دون أهداف في لقاء الذهاب على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة يوم الأحد الماضي، ويحتاج بيراميدز للتعادل الإيجابي أو الفوز بأي نتيجة لبلوغ النهائي. إلى منافسات الدوري الممتاز، حيث تتواصل غدا مباريات الجولة 27، ويحل فريق البنك الأهلي ضيفا على طلائع الجيش، بينما يستضيف سموحة الإسماعيلي.
حقق منتخب الناشئين فوزا عريضا على حساب نظيره الموريتاني برباعية مقابل هدف في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس العرب للشباب تحت 20 عاما. الفوز هو الثالث على التوالي للفراعنة لينجح الفريق في تحقيق العلامة الكاملة رافعا رصيده إلى 9 نقاط محتلا صدارة المجموعة بفارق 5 نقاط كاملة عن أقرب ملاحقيه المنتخب الجزائري. ختام الجولة الرياضية وعودة مرة أخرى إلى نهى وصحبه. شكرا لك يا حكمة، سنعود إليك بعد قليل. افتتحت الصين رسميا جسرا جديدا للمشاة عبر نهر اللؤلؤ، ثالث أطول أنهار البلاد. يضيف الجسر الجديد معلما جديدا لمدينة كوانغشو بمقاطعة كوانغدونغ جنوب الصين. شيد الجسر على شكل منحنى ومثبت بالكابلات ويمتد لنحو 488 مترا، ليعتبر وفقا للمصادر الصينية أطول جسر للمشاة مثبت بالكابلات في العالم. وبسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا فلا يسمح بتواجد أكثر من 2500 زائر على الجسر في وقت واحد. نتحول الآن إلى شأن الأرصاد الجوية. إليك حكمة، تفضل. مرة ثالثة وأخيرة سحر ونهى، شكرا لكما. وقفة لأحوال الطقس. بيتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الأحد طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على بعض محافظات ومدن الجمهورية والعواصم العربية والعالمية، بنبدأ بالطبع من القاهرة 38 24، الإسكندرية 32 23، مطروح 32 22، بورسعيد 33 23، الإسماعيلية 38 22، السويس 38 22، العريش 34 23، أما طابة 36 20، شرم الشيخ 39 28، الغردقة 38 27، الأقصر 42 26، أسوان حيث درجة الحرارة هناك 42 27، الوادي الجديد 41 26، شلاتين 36 26، حلايب 34 28. أما الآن بيان بدرجات الحرارة لبعض العواصم العربية والعالمية. الآن نترككم مع لقطة هذا اليوم. Thank you.
بهذه اللقطة انتهت نشرة التاسعة، ولكن يتبقى التذكير بالعناوين. الرئيس السيسي يوجه بتعزيز جهود توطين الصناعة ومساندة القطاع الخاص لتوفير المزيد من فرص العمل. رئيس أركان القوات المسلحة يعود لأرض الوطن بعد زيارته للكونغو الديمقراطية والسودان لتعزيز التعاون العسكري. بريطانيا تسجل أعلى مستوى إصابات بكورونا منذ 5 فبراير. وبهذه العناوين انتهت نشرة التاسعة، ولكن يتبقى لنا برنامج التاسعة مع يوسف الحسين. ازيك يا صحر؟ ازيك يا مغامر؟ اهلا بك يوسف، مساء الخير عليك. مساء الفل. موضوعاتك ايه النهاردة؟ والله النهاردة اكتر حاجة شغلة مخي هي مسألة الجمهورية الجديدة. احنا يوم الخميس هيبقى خلاص كده اخر يوم في الاسبوع، يعني على الاسبوع الجديد هيكون عدى علينا يومين اظن، ولا حاجة، ولا 3 ايام بك. يومين ونبدأ سنة جديدة من بعد السنة السابعة، سنة جديدة في بداية الجمهورية الجديدة. ده أكتر حاجة شغلة بالي، وشغلة بالي من في مسألة إنه إحنا بنبني كل حاجة، كل حاجة بتتبني وكأنها بتتبني من أول وجديد، على رأي الجماعة الأجانب كده from scratch، فيمكن دي أكتر حاجة شغلة مخي. صحيح. على فكرة البناء اللي بتتكلم عليها يوسف، صحيح احنا بنبني كباري وطرق وعمران جديد واشياء كتيرة في الحقيقة مهمة للغاية، لكن كمان مهم بناء الانسان. ومصر الايام دي بتحتشد لحدث ثقافي مهم، هو معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 52. اعتقد ان هو يعني جاي في وقته، لانه ان شاء الله الافتتاح هيكون يوم 30/6. التوقيت مهم، رسالة مهمة، المعنى مهم، المغزى مهم، وكمان الدولة وجائزة الدولة للمبدع الصغير قد إيه هي مهمة. فكرة احتشاد كمان أطفالنا لكي يعني يدخلوا مغمار منافسات فيها ثقافة، فيها فنون، أعتقد ده شيء مهم جدا بالنسبة للأطفال. فتحية للسيدة انتصار السيسي اللي بترعى هذا الحدث الثقافي أيضا المهم. ده مظبوط، أنا أتفق معاكي جدا. احنا هي المسألة كمان لو تاخدي بالك، احنا خلال الكام سنة دول وبالذات السنتين الأخار شهدنا بناء مجموعة ضخمة جدا من الجامعات. صحيح. ودي هنا مسألة مهمة خالص، ان احنا ازاي بنخلق او بنبني كوادر جديدة بطريقة جديدة بعقليات جديدة وبأحدث الطرق الممكنة. الجامعات اللي قاعدة بتتفتح دي هي بداية الطريق الحقيقي لما نطلق عليه بحث علمي، لانه الطالب هو ده الباحث في سنواته الأولى، لأنه مفترض أنه طالب للعلم يبحث عن كل ما هو جديد. في يوم من الأيام هيطلع لنا منهم المئات بل الآلاف اللي عاوزين يعملوا رسالات في الماجستير والدكتوراه إلى آخره، كل واحد في مجاله في بحث يبقى مستمر. دول كتير ممكن تبني طرق وكباري ومدن، بس صحيح. مش كل الدول احنا بالتوازي بناء الانسان بالزبط. مع بناء الكباري والطرق بالزبط. والبنية التحتية وخلافه. صحيح. نتركك لضيوفك والموضوعاتك. ماشي الكلام. وبالتوفيق ان شاء بالتوفيق الله. شكرا ليك يا صحة. شكرا جدا ليك يا نوها. شكرا لكل صناع التاسعة، ونستأذنكم نبدأ فقراتنا.